المحور البيئي من المحاور المهمة اللي اشتغلت عليها المبادرات المجتمعية، وهو أساس عملية التنمية المستدامة لما للبيئة من أهمية كبيرة في تحسين جودة الحياة. وركزت المبادرات البيئية بصورة كبيرة على مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية. برنامج دورنا نفذ 9 مبادرات بيئية في 12 محافظة على مستوى الجمهورية، استهدفت أكثر من 1000 مستفيد من الشباب والأطفال. وتلاقت أهداف هذه المبادرات مع الهدف 13 وهو العمل المناخي، والهدف 14 وهو الحياة تحت الماء من أهداف التنمية المستدامة. وتهدف هذه المبادرات بالأساس لنشر الوعي بأهمية حماية البيئة وتأثير التغيرات المناخية على حياة السكان من خلال أنشطة توعوية في صورة ورش عمل ولقاءات من أجل الدعوة لحماية البيئة والتعريف بالتغيرات المناخية. شملت المبادرات البيئية أنشطة عملية تضمنت حملات تنظيف القرى وجمع القمامة وتنظيف شواطئ البحر الأحمر وشرم الشيخ ومرسى مطروح والجزر النيلية بأسوان. ونفذنا عدد من ورش عمل مع الأطفال والشباب لتدوير المخلفات البلاستيكية وعمل منتجات منها للاستخدام المنزلي والتزيين، بالإضافة لحملات التوعية ورفع الوعي في مبادرات كنوز الأرض الحمراء اللي ركزت على حماية الشواطئ والسياحة البيئية والتوعية بالآثار السلبية للسياحة على النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي في منطقة البحر الأحمر. مبادرتنا اشتغلت على محورين، محور التوعية البيئية اللي من خلاله عملنا حملات ميدانية، ودي اشتغلنا عليها على الطلايع والشباب. عملنا حملات تنظيف للمخلفات الصلبة، وعلى أساسه الأطفال والطلايع اشتغلوا على ورش إعادة تدوير المخلفات الصلبة. اتعمل ده كمان في مناطق أخرى زي شواطئ مرسى مطروح في مبادرة سفراء المناخ ومبادرة فانتاستيك، وهي الفن من البلاستيك في مدن القناة زي السويس والإسماعيلية وبورسعيد. واشتغلت مبادرة سفراء المناخ كمان في أسوان في الجزر النيلية للتعريف بأهمية حماية نهر النيل من التلوث. عملنا توعية شاطئية جوه شاطئ اسمه السويسة، اشتغلنا فيه على الناس ان احنا بنوعيهم بأضرار مخاطر البلاستيك وتواجده في البيئة، وكان في تفاعل كويس جدا من الناس، كان في ناس كتير عندها معلومات قدرت كمان ان هي تتفاعل معانا برأيها، وكان في ناس ما عندهاش معلومة كافية فاحنا قدرنا نوصل المعلومة ليهم. استهدفنا الأطفال في جزيرتي ترنكار وهيسة في أسوان، والأطفال في البحر الأحمر وفي مطروح. وصلنا تقريبا لحوالي 400 طفل في الثلاث محافظات. عملنا لهم توعية بيئية عن طريق الرسم والأورجامي والسكتشات المسرحية. وعلى مستوى الحضر اشتغلت مبادرة المدينة الخضراء في أسيوط على وعي الشباب نحو أهمية تغير المناخ ودورهم في تغير الوعي المجتمعي تجاه ما يحدث، وزيادة قدراتهم للعمل جنبا إلى جنب مع الدولة والمساعدة في مواجهة قضية تغير المناخ. كان الدور الأساسي لينا نحن نقدر نشتغل معهم، نرفع وعيهم عن أهمية وخطورة التغيرات المناخية وكيفية التعايش مع تلك التغيرات، وفي نفس التوقيت ان هم يبقوا كمان فاعلين تجاه مجتمعاتهم، وانهم يبدأوا يتبنوا تلك القضايا ويتبنوا إيجاد حلول ولو حلول مجتمعية بسيطة لمكافحة ومواجهة تلك التحديات. واشتغلت المبادرات البيئية كمان على فكرة الشراكات بما يتقاطع مع الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، لتحقيق الشراكات للدعوة من أجل بيئة نظيفة وإشراك كافة الجهات المعنية في العمل سويا للحماية والتأقلم من الآثار السلبية للتغيرات المناخية. وقمنا بمجتمع المدني بعمل بالتعاون مع إدارة البيئة وحفظ الدمياط وجامعات الصيادين بلدة البرج، عملنا حملة تنظيف شواطئ نهر النيل بلدة البرج من المخلفات البلاستيكية، وكان لها أثر جانب قوي جدا لأهل بلدة البرج والصيادين، لأنهم كانوا مشتاقين إلى حد يبدأ يتكلم في المشكلة بيعانوا منها من مخاطر المخلفات البلاستيكية إن هي بتأثر على الثروة السمكية. فكان في تعاون كبير جدا من الصيادين، ونزلوا معانا إلى منطقة السوق بلدة البرج سوق السمك لتوعية الصيادين بمخاطر المخلفات، فكان في دعم كبير جدا من مجلس المدينة.